السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا بالبطاطس، سهلة وبسيطة، يا رب بقى بإذن الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. بس لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. ويلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجة عندي البطاطس بالشكل ده. انت طبعا بتجيبي اي نوع بطاطس انت حباه، لو انت عندك البطاطس التانية اللي هي التخينة شوية دي مفيش مشكلة، احنا هنعملها باللي هي ايه صغيرة مفيش مشكلة، احنا هنعملها باي نوع بطاطس عندك. اول حاجة طبعا بتعمليها انك تبدأي تقشري البطاطس. لو انت مش حابة تقشري بطاطس ممكن تغسليها بالفرشة ده كده ايه بدل ما تقشريها. طبعا بعد ما اقشرها هغسلها معايا كويس. طبعا بعد ما قشرتها وبقت معايا بالشكل ده هبدأ بقى غسلتها طبعا معايا، هبدأ ان انا امسكها كده من الناحية دي واعملها كده. انا مش هعملها شيبسي بس انا محتاجاها رفيعة معايا جدا اهو كده. بسم الله. لو حابة تعمليها بالناحية دي مفيش مشكلة، هتطلع برضو معاكي كبيرة جدا اهي كده. بصوا بقت عاملة ازاي، انا عايزاها تبقى معايا بالشكل ده كده اهو. ودلوقتي قطعتها معايا وبقت بالشكل ده، قشرتها ولا بشرتها معايا وبقت بالشكل ده. هو ده كده ايه الشكل اللي انا عايزاها بيه. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. طبعا بعد ما بقت معايا بالشكل ده كده هبدأ ان انا اضيف عليها رشة من الملح، بس طبعا رشه كويسه لان انتوا عارفين البطاطس تاخد ملح كتير، ورشه كمان من الفلفل الاسمر، ورشه كمان من الكمون. طبعا بعد ده كله هقلبها. اخلي كل الحاجات دي تدخل كده جوه بعضها. بعد كده هعمل ايه؟ اهي كده هنعمل طبعا وجبة كاملة من بولة واحدة بس، من بطاطساية واحدة بس اهي كده. بعد كده هعمل ايه تاني؟ بضيف عليها حوالي معلقة من الدقيق، معلقة واحدة بس اهي كده. لو عندك اي نوع جبنة حابة تضيفيه مفيش مشكلة، ممكن تضيفي لها دلوقتي اي نوع من انواع الجبنات. طبعا بقى وهي كده هبدأ اجيب ايه بيضتين. بسم الله. دي اول واحدة والتانية، وتضربيهم كده مع بعض في كل البطاطس اهي، كل الحاجات دي. اهي شايفين بقى كده بقت عامله ازاي. هنبدا برضو نضيف عليها، ببدا بقى اضيف عليها جبنه تركي او جبنه رومي. احنا طبعا انتوا عارفين احنا هنا بنقول عليها جبنه تركي في اسكندريه اهي. لو حابه تضيفي عليها برضو موتزاريلا مفيش مشكله، بس الموتزاريلا مش دلوقتي اهي. بديها برضو تقليبه تانية معاها. طبعا لو عندك خضرة حطيها تبقى معاها جميلة جدا. عندي برضو شوية بابريكا كده، انا بحب اضيف لها بصراحة بابريكا بتديها طعم جميل. يبقى حطينا ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وحطينا لها طبعا البيض ومعلقة من الدقيق وكمان الجبنة الرومي. ودلوقتي بقى يا جماعة انا حطيت كده الطاسة على النار تسخن، هبدأ انزل بمكعب من الزبدة. بسم الله.
طبعا الوصفة دي جميلة جدا في غاية الروعة، من بطاطساية واحدة بس تقدري تعملي بيها وجبة كاملة، باقي المكعب خلاص كده مش عايزينه. طبعا هضربها معايا تاني اهي كده، شيل بس المعلقة، هضربها معايا تاني كويس جدا عشان تبقى ايه كلها كده داخلة في بعضها. هبدأ ان انزل بيها كده بسم الله، بمجرد ما تنزلي بيها تروحي مسويها على طول عشان تبقى كلها بسوى واحد، متقلبش منك ولا حاجة اهي كده. ايه اقصد يعني ما تفتحش منك اهي كده. ايه طبعا بتحطيها على النار زي ما هي كده، بتحاولي بس ايه ان انت تهدي النار شوية. بصي عملت ازاي، بدأت تمسك معايا اهي كده، انا هسيبها بس كده ايه، بس احاول اظبط المكان كده. ايه طبعا هي بدأت كده ايه تاخد لون معايا من الناحية دي، واضحة خلاص باينة اهي، بس من هنا لسه هبدأ ان انا امشيها بقى كده شوية اهي. ايه لو انت حابة انك تحطي عليها يعني ايه تحط لها عيش ولا حاجة مفيش مشكلة، بس انا مش هحط لها بصراحة المرة دي، انا هسيبها كده بس. طبعا وهي كده هحط لها بس طبق كده وابدا ان انا اقلبها بسم الله اهي، شايفين بقى عامله ازاي. طبعا هنزل بيها معايا كده بسم الله اهي، لو فيها اي حاجه لازقه عادي شيليها مفيش مشكله. وهي بقى كده يا جماعه، لو حابين تحطوا لها موتزاريلا حطوا لها، ممكن تسواها يعني ايه زي ما هي وتبقى سايحه. بصوا بقى الجبنه التركي عملت فيها ازاي، خليتها من هنا محمره كده ازاي، طبعا بتديها نكهه جميله جدا. هغطيها بقى اهي كده، هغطيها زي ما هي كده لحد ما ايه ما تستوي معايا، وبعد كده هطلعها وهقلبها على الناحيه التانية برضو شويه كمان عشان تاخد لون معايا كويس جدا. انا طبعا عطيتها شويه على الاتجاه ده، هشيل بقى الغطا كده وابدا ان انا اقلبها برضو تاني بسم الله اهي كده زي ما عملنا اول مرة. في كل مرة بتعملي بنفس الشكل كده اهي، عشان بس ايه ما تتلسعش منك، وفي نفس الوقت تضمني ان هي استوت معاكي كويس اهي، شايفين كده عاملة ازاي اهي. لو حابة تحطيها في الفرن برضو ما فيش مشكلة، هقلبها بقى دلوقتي على الناحية التانية بسم الله اهي. بصوا بقى اللون اللي اخدته جميل خالص ازاي، مش محتاجه والله تتحط في الفرن اصلا. يعني حتى مش محتاجه موتزاريلا، بس انا هحط لها عشان الولاد طبعا بيحبوها جدا. ممكن تحطي بقى جبنه مربعات لو انت مش حابه الموتزاريلا، بتديها نكهه برده جميله جدا. هبدا ان انا اضيفها كده بسم الله، تهدي النار على قد ما تقدري، هي طبعا هتسيح فيها. كل اللي جه في الجنب ده عايزين بس نشيله عشان نلحقه اهو. يعني بصوا حتى لو حبه صغيرين جدا، بس هتديها نكهه جميله اهي، مش هزود لها تاني اهي كده. لو عندكم بقى شويه يعني ممكن تحط لها شويه زيتون والجو ده، بس انا مش حابه بصراحه. هغطيها برضو تاني وهسيبها لحد ما تسيح معاها شويه، شايفين بقى دلوقتي شكلها عامل ازاي. لو حابين بتبدا تسيح معايا اهي، لو حابه انك تحطيها في الفرن مفيش مشكله، هتديها برضو لون ووش وهتبقى جميله جدا معاكي. لو حابه تسيبيها كده برضو مفيش مشكله، طبعا لو عندك شويه خضره حطيها على الوش كده هتديها شكل جميل جدا وطعم برضو روعه. ودلوقتي بقى انا خلاص خلصت الوجبه بتاعتي وبقيت معايا بالشكل ده، هبدا ان انا اقطعها لكم كده بس بسم الله. بصوا بصراحه جميله جدا، يعني انتوا اكيد اخدين بالكم. بصوا الجبنه بتمط معايا ازاي، دي
دي بقى احلى حاجة في ان انت تعمليها من غير فرن، بتبقى معاكي بالشكل ده. وطبعا اللي متحمر ده بقى ايه؟ الجبنة الرومي لما حطيناها على النار مع البطاطس والبيض. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، شايفين بقى كده من هنا عاملة ازاي، جميلة جدا اهي، وطبعا مستوية خالص. بصوا حاجة روعة بصراحة، يعني لو عملتها للولاد مش هيبطلوا اصلا يقولولك، احنا كل مش هيبطلوا يقولولك كل شوية ان هم عايزينها. طبعا بالجبنة الموتزاريلا، ودي نقطة ضعفهم، فيعني بصي ما اقولكيش، هتاكليهم بطاطس وتاكليهم بيض، الاكل اللي هو العادي بتاع كل يوم بس بطريقه جديده ومختلفه. يا رب تعجبكم باذن الله تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.